يعود إلى سكة الانتصارات، الكرة الثابتة، منقولة عرضية خطيرة، بروس، والهدف الأول، الهدف الأول فعلها بوناموس، فعلها بوناموس، وجمهور السماوي يتلومس هذا القليل مع بداية هذه المباراة. نعم بوناموس أحمد شحدام يسجل الهدف الأول بعد مرور 3 دقائق فقط. عرضية كانت حاضرة والرأسية من بوناموس يحتفل بهذه الطريقة. 1-0 السماوي على الانتصار ناوي، على الفرحة ناوي، على التفوق في بداية هذه المباراة. خيمينيز اللاعب الأرجنتيني اللي يقدم نفسه بشكل قوي في الفترة الماضية ويتمنى بأن يواصل المسير من خلال هذه الجولة. الساحر خيمينيز، خيمينيز يا عيني يا خيمينيز، يا سلام على الساحر الكسول خيمينيز، خيمينيز ابن راقص تانجو يسجل الثاني للسماوي. السماوي في هذه المباراة واعد جماهيره بتحقيق الانتصار، وحديث مدربه إيساين ايضا بالمؤتمر الصحفي بانه يثق في لاعبيه بتحقيق الانتصار، وهذا الامر يترجم اللاعبين بالمستطيل الاخضر. كرة ثابتة تحصل عليها جواو، نفذ الساحر الكسول.